نظم في المتحف الإسلامي في برلين مساء أمس حفل تسليم جائزة ابن رشد للفكر الحر والتي حازت عليها هذا العام الناشطة الحقوقية السورية رزان زيتونة. مؤسسة ابن رشد أرتأت منح جائزتها هذا العام لواحد من نشطاء الربيع العربي ممن خاضوا نضالا سلميا من أجل بناء دولة مدنية وديمقراطية. جائزة ابن رشد يتسلمها المفكر السوري البارز صادق جلال العظم نيابة عن مواطنته الناشطة التي لم تتمكن من الحضور. اختيار المحامية السورية رزان زيتونة كانت وراءه رسالة واضحة أرادت المؤسسة إيصالها إلى العالم. بدنا نورجي سوريا والعالم أنه هذه الثورة مش فقط ثورة عنف أو ثورة الفري سيريان آرمي، وإنما هذه هي ثورة الشباب اللي بدهم مستقبل أفضل، مستقبل ديمقراطي في دولة مدنية تحترم حقوق الفرد. انخرطت ابنة 35 عاماً سريعاً في الثورة وشاركت في تأسيس ما عرف لاحقاً بلجان التنسيق المحلية، نشاط المحامية السورية الحقوقي يعود إلى بداية الألفية عندما بدأت بالدفاع عن المعتقلين السياسيين. رزان المتخفية حالياً ترفض مغادرة بلدها لأنها تشعر بأنه بحاجة لها الآن. وفي رسالة قرئت نيابة عنها في الحفل انتقدت رزان تخاذل العالم المتحضر تجاه الثورة في بلادها. بقدر الإحساس الذي تولد داخلنا بأننا قادرون ولا حدود لقدرتنا على إحداث التغيير، بقدر ما أحسست بعجز العالم عن التعامل مع أو دعم مساعدة شعب ثائر يقتل أمام أنظار العالم كل يوم. الناشطة الشابة قررت أن تشتري بقيمة الجائزة التي تبلغ 2500 يورو كتباً لتتبرع بها لمكتبات عامة في سوريا.